هنا بدائرة بوغارا ولاية البوليدا، كاميرا وكالة الأنباء الجزائرية نزلت إلى الميدان رفقة رجال الأمن لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية لأصحاب المحلات المعنية بقرار الفتح. في هذا المقهى كل شيء في مكانه، الكل يرتدي الكمامات ومحترم لإجراء التباعد الجسدي. هذا المحل الخاص بحلاقة الرجال أيضا كل شروط الوقاية متوفرة من معقمات ومواد تنظيف، ما خلق ارتياحا عند زبائن المحل. أنا جيت حفلانة باسكو تلقى الدواقية هنايا ومولشي تلقى شغل الحفافي تلقى شغل معقوب دامنا ما كانش شغل أرسافة ما كانش شغل ميستازاوش لهنا وبليس كي تشوف دولة كتجي شغل دير كونفونس ويا شغل الحمد لله يعني راهم متهمين يعني راهم يدوروا علينا مديروا علينا في قطاع هكذا الدورية يمدوا لنا هذوما يعني النصائح اللي توعيونا والحمد لله احنا رانا قايمين بالواجب انا نعقموا انا ناخذوا في الاعتبار. إلى أن الأمر مختلف عند بعض الناقلين، فأدنى شروط الوقاية من عدوى كورونا لا يحترمها المسافرون والصورة أبلغ تعبير. والجزاء سحب وثائق سائق الحافلة. تزامنا مع الإجراءات الجديدة التي أقرتها السلطات العليا للبلاد المتعلقة بإعادة فتح تدريجي للمساجد وكذا أماكن التنزه والاستجمام بداية من شهر أوت 15 أوت 2020 للسنة الجارية، سطرت أمن ولاية البليدة برنامجا خاصا أمنيا خاصا لهذه المناسبة، وهذا من أجل المرافقة المواطنين خلال هذه الفترة الصحية الحرجة التي تمر بها البلاد والمتعلقة بوباء فيروس كورونا، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا المسعى التدريجي والمرن. مثل هذه الخرجات الميدانية لمصالح الأمن ستسمح بالسهر على ديمومة احترام الإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس وعودة يوميات المواطنين لطبيعتها تدريجيا وفي أقرب وقت. هذا دولنا هنا جيت راه ديرات الجيت تاعك ما كنتش